عبد الله يا من طال بلاؤك، قد يكون يا عبد الله أن بلاءك هذا طال لأن المنازل لك في الجنة لن تبلغها إلا بالصبر، فاصبر. الله قال لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ولذلك أيها العبد اعلم في الحياة لا بقعة إلا وبها بلاء، ثم بعد ذلك انتظارك لفرج الله مهما طال عناؤك، فوالله إن الله يسمعك. ثانيا، الوقفة الثانية، الله قريب، من صفاته القرب جل وعلا. هذا الذي يسمع دبيب النمل، هذا الذي سمع تحاور المرأة خوله بنت ثعلبة وهي تشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما، عائشة بجوارها ما سمعت. هذا العظيم سبحانه من صفاته القرب، من صفاته القرب، حديث نفسك يعلمه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. طيب يا أخي، إذا تمتمت له بالدعاء والناس لا يسمعون، ألا يسمع؟ ألا تشعر بقربه؟ ألا تشعر بقربه؟ إن شعورك بقرب الله لك يجعلك تطمئن. ترى بعض الناس يقول يا شيخ ودي أقول لك بس أبيك تفهمني، ويجلس أمام القاضي يقول يا شيخ أنت يمكن ما فهمت اللي يقول، قال والله فاهم لكن لا حق لك، تريد أن تفهم الناس. الله جل الله وله المثل الأعلى، ما يحتاج تقسم افهمني، أنت بدون ما تتكلم هو العليم الخبير، هو الذي يعلم ذات الصدور، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الله، هو القريب، هو المجيب. ولذلك اطمئن يا صاحب الهم. شفت الهم هذا اللي في صدرك أحيانا تزل معه دمعة وأنت تناجي الله، إن كانت دمعة خشية يا حظك يا شيخ. وأحيانا بعض الناس لا يمكن أن يصلحه إلا أن يصب عليه البلاء. يا صاحب الغم إن الغم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، الفارج ربي، لكن بشرط أن تعرف الله. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك. لاحظ، ناداه هو ولا يستطيع أحد. ألا يمكن للغم أن يقتل ذنون في بطن الحوت؟ ترى بعض الغم هو اللي سبب لنا السكر والضغط والجلطة والاكتئاب والحزن والسكتة. ولذلك الأطباء يقولون أن كثيرا من الأدواء هذه الأزمان غم ما خرج، والغم يخرج بطريقة علاجية وحيدة، وهو أن تشتكيه إلى الله فيبدل الله الهم فرحا ويزيل الحزن ويربط على قلبك. إذن لا إله إلا أنت. هل هذا العظيم تعرفه في الرخاء؟ من عرف ربي في الرخاء عرفه ربي في الشدة. ولذلك فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. واصل في التسبيح وهو في البلاء، ما مر على قلب ذنون عليه الصلاة والسلام وقفة يأس ولا إحباط ولا قنوط، لأنه يعرف الله. البعض إذا قلت له يا أخي ادع، قال يا شيخ دعينا أرق يا أخي، قال يا شيخ كل المطاوعة تفلوا علي ولا نفع، حتى لا أحد يقول تفلوا ومنفثوا، واصلت معه إلى القنوط واليأس والإحباط. يا شيخ والله جربنا القرآن وجربنا، أصبر أصبر أصبر، القرآن ما يجرب، الله يرحم والديك، هذا كتاب أنزله الله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، تجربه؟ والله من جرب القرآن ما يستفيد من القرآن، دعينا جربنا ما استفدنا، رحنا للطبيب يا شيخ. ثم بعد ذلك يتمتم لك الموت، يا ليت بالموت، الله يأخذني ويريحني. والله لو كان بيريحك إذا أخذك، الله يأخذك، لكن أخشى أنه يأخذك ولا ترتاح. ولذلك من الذي دعاؤه يجاب؟ ذاك الذي يلح، ذاك الذي كان في السراء يدعو، ذاك الذي يسبح مع الدعاء. وانظر إلى فقهه، وحد وسبح واعترف بالذنب، وهذا أيضا فعله آدم، اعترف بذنبه. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما أجمل أن تقر بالذنب
يا مسلم أقر بالذنب لربما ذعم غمك وضيقك سببه أنت، وغالبا أنت، مصائبنا بسبب ذنوبنا، ويعفو عن كثير جل وعلا. إذن أيها الأحباب، من عرف الله هذا أبدأ به حتى لا أطيل عليكم، علاج هذه الغموم والهموم أولا أن تجدد معرفتك بالله، فاعلم أنه لا إله إلا الله أعلى المعارف والمعالي. ولذلك العالم يموت ما درينا عنه، مع أنه لربما جالس 10 سنوات في السرطان ما أخبر أبناءه وما اشتكى إلى مخلوق. وعلماءنا في ذلك من أكبر الأبواب، أكبر أبواب الدروس. نعم، حتى نذكر أشياء حاضرة، علماء كثير يتقدم بهم السن وتتقدم بهم الأمراض، قد أخفوا عن أقرب الناس إليهم أنينهم وآلامهم مع أنها كانت تفتك بهم. البعض كان يذهب للطبيب فيأخذ الدواء، لكنه يذهب إلى الطبيب الذي يبرئ الأكمه والأبرص سبحانه وتعالى، فيسأله إن يحييه إن كانت الحياة خيرا له، وأن يميته إن كان الموت خيرا له، مطمئن راض قد قرت عينه. سبحان الله. لذا اعرف ربك تتدكدك جبال الهم في قلبك، تزول والله الغم، والله ليأتينك الهم وأنت متبسم. كيف تتبسم؟ أحد التابعين عندما مات ابنه، أنا لا أقول نفعل فعله، ما نستطيع، كان متبسما يوزع الحلوى. قالوا لما؟ قال لأنه وهبه ثم أخذه. أما أرضى وأفرح بمشيئته عندما شاء أن يأخذه؟ ولذلك أيها الأحباب، معرفة الله علاج لكل داء. لذلك الله جعل هذا السؤال سؤال تحت طباق الأرض، كلنا سنسأله: من ربك؟ من ربك؟ مذاكرته عيشك فوق الأرض ما عشت فوقها. قد بعضنا يعيش 40 سنة 80 سنة والله ما يعرف الله، والدليل على ذلك أنه إذا أتته المصائب بدأ يجزع، وبدأ يولول، وبدأ يشتكي للمخلوقين، وبدأ يتحسر، وبدأ يردد: لو 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 لو. أين الرضا بالقضاء؟ لا تقل لو، فوالله لا يقع فوق ملك الله إلا ما شاء الله. كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقدر، ليس هناك في الكون صدفة. لذلك الغم اللي يسكن في قلوب كثير سببه عدم معرفة الله. علاجه أن تذاكر من جديد منهج التوحيد، منهج من ربك، منهج أن تعرف الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى. كما قلت، هو قريب. إذا قلت يا رب، ما يحتاج يسمعونك الناس، لو فاضت العبرة وعلم الله نداءك، ولو كان النداء خفيا فإنه يستجيبه وهو يسمعه. لذلك زعلان ليه؟ الله يعلم وشاء ذلك. لذلك اسأله أن يكشف الضر عنك ويكشف الهم عنك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من علاجات الهم أيضا أيها الأحبة الدعاء. وتأمل في حديث أمر عليه الصلاة والسلام أن نتعلمه: والذي لم يحفظه فليحفظه، والذي ما تعلمه فليتعلمه، واللي في بيته من الأبناء والذرية ما تعلموا هذا الداء الدواء فإن الأحزان على قوارع حياتهم وعلى أبوابهم، بل على أبواب العيون والقلوب الأحزان، حتى نتعلم كيف ننكسر بين يدي الله. الحبيب علمنا دعاء يزيل الهم، يزيل الغم، بل ويبدل الله الهم فرحا والضيق فرجا. والحديث صحيح. الصحابة بعد أن قال الحبيب لهم هذا قالوا: أنا تعلمه يا رسول الله؟ قال: نعم، حق على كل مسلم أن يتعلمه، حق على مسلم، كل مسلم إذا سمع هذا الحديث أن يحفظه، لأنك تحتاج كل يوم أن تزيل عن نفسك بعض الوعثاء والغبرة التي لا بد أن تعلو القلب في الحياة. ترى يا أحبابي، عيالنا نعمة، إذا كبروا شوي بدينا نخاف، زادت ها المراهق بدأ يتعبنا، يعني كان بدايته نعمة وقد ينقلب نقمة، قد يبدأ صاحبا وينقلب عدوا، قد تفرح بالزوجة ثم تكون عدوة لك، وقد تفرح الزوجة بالزوج ثم يتغير أخلاق الزوج. إذن في الحياة أنت معرض على الأحزان. غسيل الأحزان بدعاء. ما هو؟ اللهم، عندما قال صلى الله عليه وسلم، قال: ما أصاب
عبد هم ولا حزن، فقال إن اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. ثم قال بعد ذلك: وجلاء حزني وهمي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله عنه همه وغمه وأبدله فرحا، وفي حديث أبدله فرجا، وفي رواية الله أكبر، ليس فقط يزول الهم بل تشعر بلذة ورق. والله إن القلوب أحيانا تتراقص فرحا، والله إن بعضنا يشعر يقول: يا شيخ في صدري سعادة وفيه حلاوة، والله إني من السعادة أبكي، والله يا شيخ أني أبكي كما قال بعض السلف: إن كان الملوك وأبناء الملوك فيما نحن فيه من السعادة، ها إذن إن حياتهم إذن لحياة سعيدة. وبعضهم يقول: لجالدون عليه. ما أجمل أن تشعر بالفرح، ولن يجلو ذلك إلا الانكسار بين يدي الله: إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ثم تسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ما تعرفها وما لم تعرفه، ما علمه وما استأثر به في علم الغيب عنده، ثم تسأله أن يجعل هذا القرآن نور قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وهمك. وهنا وقفة. القرآن يفعل هذه الأفاعيل بالهموم والأحزان، يبيدها، يكسحها، يزيلها، يورق بالقلب بعد يبسه، ويجعل الربيع فيه، تجعل القرآن ربيع. في طفل صغير في مدرسة في الرياض قال لهم المعلم: ارسم حديقة. فانطلقوا يرسمون الأطفال الأزهار، إلا هذا الطفل أمه حافظة للقرآن، ماذا رسم؟ رسم مصحف وزخرفة. فأتى المعلم فقال: يا بني، هذا مصحف مهيب حديقة. قال: هذا ربيع قلبي. تقول همي، الله يخلي لهم يا شيخ، والله التربية الجميلة. ربيع قلبي، إن الربيع ليس الذي تشاهده العيون، أحيانا ينبت في القلوب. ولذلك تجد بعض الناس في خوف وفي قلق وفي ضجر وفي تعب، واحد مطمئن، مبتسم، راض، قار العين، ساكن النفس، والله ما عليه من الناس. وش هالسعادة التي عند فلان؟ لماذا كل يخاف وكل يتشائم وكل يقول هلكنا هلكنا، إلا هذا يقول ابشروا بالخير، والله أنه يعرف الله. ولذلك كان السبب الأول إذن الدعاء. الدعاء فإنه من أكبر أسباب جلاء الهموم. وتأمل في هذا الحديث الذي أيضا وهو حديث صحيح وقد نقله صاحب الجامع الصحيح، وهو الحديث الجميل وكل الأحاديث جميلة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عن عائشة رضي الله عنها قال: ألا أعلمك، احفظها يا عبد الله، ألا أعلمك، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب. يعلم الحبيب زوجه أمي وأمكم عليها رضوان الله، هذه الكلمات تقولينها عند الكرب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. رددها ثلاثا: الله، ثم قل: ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية أخرى للحديث: ألا أعلمك كلمات تؤمن فزعة القلب. صححه الألباني: تؤمن فزع الروعة، تعرفون فزعة القلب الروعة، اللهم آمن روعاتنا يا رب العالمين، الروعة فزعة القلب. وترى في الحياة بعضنا الآن الشيب اللي فيه روعة، الله يجزاه خير، وبعضنا الهم اللي هو فيه روعة، على زوج ماتت أو على ابن وقع له مكروه، ومن ذاك اليوم والحب والهناء والسعادة قد رحلت من قلبه. الحبيب يقول: ألا أعلمك كلمة كلمة ألا أعلمك كلمة تؤمن فزعة القلب، ضعي يدك على صدرك
وقولي الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. ولهذا يقول بعض شراح هذا الحديث قالوا وضع اليد على القلب ثم قول الله الله ورد في القرآن عندما أمر الله موسى واضمم إليك جناحك من الرهب، عندما رهب عندما خاف عندما فزع ضم يده على صدره ليطمئن قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن من العلاجات الدعاء، وأن نعلمها أنفسنا وأبناءنا. لماذا؟ لأنك في الدنيا معرض لغيرها ولتقلبها ولغير الهم والحزن وغيره والضيق، لكن كن مع الله. أيضا من علاجات الهم أيها الأحباب أن تجعل الهم هما واحدا. وش همك يا شيخ؟ قال والله خايف على مستقبل العيال، ويا شيخ ودي أشتري في بطحة قريش أرض، ها ودي عمرها 4 شقق للأبناء، ودي أشتري سيارة، ودي أزوج البنت وأزوج الأبناء، ويبدأ مسكين شوي وطقها بكوه وبكى. هذا بيدي من كل هذا؟ الله يرحم والديك. أرض في بطحة قريش وين نجيبها لك؟ الله يجزاك خير. من أين أتي لك مثلا بكما تقول بسيارة؟ كيف هذا كله بيدي من؟ بيد الله. اجعل همومك المبعثرة هما واحدا وهو هم الآخرة. فمن جعل همه هما واحدا كفاه الله الهم. أحد أسباب الهموم الآن وأن الله جعل عند بعض الناس جعل فقره بين عينيه وشرد عليه وشتت عليه شمله. تدري ليه؟ لأن كل هم دنيا. تعبون العيال، ويا شيخ والله تعبنا من همهم وتعبنا، وبعضنا الآن يبي تقاعد مبكر ولا تقاعد مبكر، خايف عنه ينقص الراتب 1500 ريال، ونبي نجمعها لهم ونبي نوديهم ونبيهم يتوسعون الصدر ونبيهم. وبعدين يا شيخ هذا أنت منت برب العالمين. الله يحفظك. رب العالمين هو الله الذي يربيك ويربيهم بنعمه، هو الله. فاجعل همك رضاه وهمك الأخرى عند لقاه، يكفيك هم الدنيا كلها. ولذلك قال الحبيب من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله، ها، وجعل فقره بين عينيه، وما ولم يأته أو لم يرزق منها إلا ما كتب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاجعل همك هم الآخرة، اجعل همومك أخروية، يكفيك الله أهم الدنيا. ولذلك البعض أيها الأحباب لأن همه الدنيا، أعطيك مثال، نستيقظ للدوام ولا نستيقظ لصلاة الفجر. تسمح لي أقول لك أحسن الله عزاك، أحسن الله عزاك، استيقظت للمخلوق، أنت ذهبت للرزق وتركت الرزاق. الله يرحم والديك، شلون ترزق أنت؟ كيف ترزق وأنت لست في ذمة الله وقد غبت عن الله ونسيت الأخرى؟ الدنيا عمارتها أن تذهب لوظائفها، نعم، لكن عمارة الآخرة أن تذهب إلى الله وأن تعجل إلى الله وأن تسارع إلى الله وأن تفر إلى الله وأن تكون عند الله في بيت آذن أن يرفع ويذكر فيها اسمه. من يأتيه فيه؟ رجال شرواكم، رجل. ولذلك أيها الأحبة من علاجات الغم أن نفرمت القلب، الفرمتة، ما بيقولون بعض الجوالات إذا هنك فرمتوه واللابتوبات يفرمتونها وتروح الأرقام وتروح الأمورها كلها وتصفر، هذا صفر قلبك وعدد وارجع القهقرة وافهم الدنيا على حقيقتها. من علاجات الهم أيضا أن تكثر الاتصال بالله. أنت يا شيخ لو قال لك إنسان كلما اتصلت أعطيتك ما تريد، تمل من الاتصال إليه؟ والله لا تصل عليه يا شيخ كل دقيقتين وكل دقيقة، في أمان الله طال عمرك، السلام عليكم ورحمة الله. ما أمل، لأني كلما طلبت أعطى. سبحان الذي لا إله غيره، سبحان الرزاق ذو القوة المتين. ربي جعل لنا فرصة أن نتصل به وأن نلتقي به وأن ينكشف الحجاب بيننا وبينه وأن نناجيه فيسمعنا، بل ويرد علينا، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. الاتصال بالله أنس. والحبيب يقول لبلال أرحنا بها، إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال. الصلاة يا مؤمن، والله من أدمن الصلاة
أقسم بالله لا يمكن أن يقف الهم على عتبات قلبه مطلقا. واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، الاستعانة على هذه الدنيا بل تربية الأبناء. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، الفلوس تجي بعد الصلاة، السكينة تأتي، صلاح الذرية يأتي، إذن هي الصلاة ولكن ليس أداؤها. إنما الذي يفرج الكرب إقامتها، أما أداؤها يمكن يا شيخ لك 60 سنة تؤدي الصلاة وما صليت ولا صلاة واحدة بإقامة، ومن هنا رحلت السعادة من حياتك. والله إن الذي يعرف الصلاة أنها صلة بينه وبين الله وقفه، يقول أهل العلم لماذا جميع شرائع الإسلام فرضت في الأرض أو على أديم الأرض إلا الصلاة؟ عرج بالحبيب عليه الصلاة والسلام، قالوا لأن كل من صلى في الأرض لا بد أن تعرج روحه إلى السماء ليعيش ذوق الصلاة وسكينتها ولذتها. وأقيموا الصلاة، إقامتها علاج لكل داء، إقامتها معنى ذلك تشتكي همومك لربك، تشتكي همك لربك. تصور من يضع همه في سجدة، ما يمكن أن يرفع رأسه من السجدة والقريب المجيب جل وعلا يسمعه، وهو السميع البصير العليم الخبير الحليم سبحانه وتعالى، والله لا يردك، لا يردك جل وعلا. الله يستحي من عبده أن يرده إذا رفع يديه إليه، أن يرده ما له صفرا، سبحان الحي سبحانه وتعالى. إذن من علاجات الهم كثرة الصلاة والاتصال، أيضا من علاجات الهم تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر. يا أخي ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل شيء في الدنيا هذه مقدر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ما أجمل يا أحبابي إذا وقع عليك القدر، إن كان خير عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، هو ترى كله خير. حتى قال بعض شراح حديث عمر رضي الله عنه الذي قال في حديث عندما سئل عن الإيمان فقال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هل في القدر شر؟ قالوا لا، فيما يراه الإنسان، وإلا فإن الخير كله. الله يخلق ما يخلق الشر المحض سبحانه وتعالى، له سبحانه في كل شيء تكرهه له حكمة، له حكمة. قد تمرض وهذه لحكمة، تفتقر لحكمة، تخاف وتصلي صلاة الخائف، الخائف إذا خاف صلاته يزينها يا شيخ، ها صلاة خاشعة فيها دعاء وفيها انكسار وفيها مناجاة وفيها تحقق. ولذلك بيبتلي الله جل وعلا بعض عباده بالنقم فينكسرون بين يديه ويحققون التوحيد، ويبتليهم بالنعم فينسون. وكما قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالنعماء والسراء فلم نصبر. لذا أعود فأقول الإيمان بالقضاء والقدر. أي أمر يا شيخ، صدمت السيارة، مات الولد، قطعت القدم، مرضت بالسكري، فصلت من دوامك من عملك، انهدم بيتك، ظل ابنك، أي أمر في حياتك تغير فاعلم أن ذلك شاءه وخلقه وقدره قبل خلق السماوات والأرض جل في علاه 50,000 سنة، ليس أمس. ولذلك يا أخي زعلان ليه؟ فإنما وقع عليك إنما هو صفحة الأقدار التي لا بد أن تقرأها في جبينك رغما عني وعنك. ولذلك أيها الأحباب، ما أجمل أن يربي الإنسان على نفسه، على أن يرضى على الله عندما يعطي، ويرضى على الله عندما يأخذ. قبضتم فلذة كبده؟ قالوا نعم. قال ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع. مات ولده ولا زال يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تذكر أنه لا بد إلى الله صائرون وراجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، مع أنه يرضى وإلا يسلو سلو البهائم. يعني الواحد إذا ما رضى ماذا ستصنع؟
مات الابن، ماتت الزوجة، احترق الزرع، فصلت، قطعت قدامك، هلك زرعك، ماذا تفعل؟ إن ترضى وإلا من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لذا يا عبد الله ربي وروض، نحتاج والله ترويض، روض نفسك على أن ترضى. طبيب يقول يا شيخ يأتوني مرضى، فإذا قرأت الإشاعة وقرأت التحاليل وأعدتها مرة وقلنا له نحيلك إلى مستشفيات، أعرف مرضه في كبار سن. يقول أنت يا دكتور لماذا قلق؟ قال لأني ودي أخبرك بأمر الواحد يجب أن يصبر، وهذه أمور قضاها ربي أمهد له. قال يا شيخ من الأخير وش الموضوع؟ قال بك السرطان. قال الحمد لله رب العالمين، إذا أحب عبدا ابتلاه. وبعدين أنت اللي وضعته يا دكتور؟ قال لا، من الذي وضعه؟ من الذي شاءه؟ الله. إذن أما أرضى على الله؟ يقول بعضهم يا أخي الحبيب والله لو أقول له بقلع سنك بدأ يولول وضاق صدره أسبوعين. يختلفون الناس في استقبال القضاء والرضا به، وسبب ذلك هذا يعرف الله وذاك نقصت معرفته بالله جل وعلا. أيضا أيها الأحباب، من أختم، من الأمور التي تعين العبد على زوال الغم الخلوة بالله. وقلنا الصلاة، لكن أقول الآن الخلوة بالله أدق معنى من ذاك. كيف يخلو العبد بربه؟ أن يتفرغ من هموم دنياه. جلسنا مع الخلق فملأوا قلوبنا غما وهما، حسدونا على نعم الله التي وهبنا إياها، ناظرنا شفنا الواتس وشفنا الجوالات وتويتر والفيس وغيره وما زادنا إلا غم وهم. يا أخي تخلى عن الخلق وبكر للصلاة واجلس بين يدي ربك ناجه. صلاة الجمعة بكر لها وقدم بدنه 3 ساعات تناجي ربي، 4 ساعات في جوف الليل الأخير تفرغ عن الدنيا وعن عيون الخلق وانكسر بين يدي الله وابكي هناك واعصر عينك يا رب. إن ذلك يورثك أيها المؤمن إيمانا وسكينة وطمأنينة. إذا رأيت إنسان وجهه مضيء ونفسه مستقرة خلا بالله فأفاض عليه نورا وسكينة. بعضنا يا أحبابي لا يقوم الليل، بعضنا لا يبكر للجماعات ولا للجمع، بعضنا ما يرتل القرآن وحده ويتدبر القرآن الذي جعله الله مباركا ثم يشتكي من الوحشة والغم والهم. وردد دائما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا كان قال وصف نفسه بالظلم من ذنب أو ذنبين، فكم لي ولك من ذنب أبعدت السعادة من قلوبنا. ثم أعلم في الختام أنك إذا كنت مصر على الآثام فإن السعادة ترحل ولن ترسو على شاطئ قلبك. لما؟ لأن من عدل الله، من عدل الله، من عدل الله ألا يسعد من عطاه، من عصاه، من عدل الله ألا يسعد من عصاه، مع أن قد يعطيك ليشقيك لا ليرضيك. فإذا أردت السعادة مع العطاء ورحيل الهموم والأحزان فعد إليه جل وعلا منكسرا وتب مما مضى من الذنوب تعود السكينة. وأردد لك الحديث أعيده عليك الذي قال الحبيب فيه: إلا أبدل الله حزنه فرحا. تريد الأحزان تنقلب أفراح وترحل الأتراح من قلبك، فعد إلى ربك واستقر وأقر بين يديه أنك عبده وحقق العبودية وأبشر.